ديال الوصفات كما سبق قلت لكم الغزالات ديالي انكم تقدروا تستعملوهم لهاد المنطقه هذه اللي تحت العينين. طبعا اليوم غندير لكم واحد الماسك يا اختي نص نص، احنا مصوبينه بالقهوه سي نورمال ندير نص نص قهوه نص نص. المهم ما غاديش نقادو مزيان، راكم عارفين مع الكاميرا ومع الفولار غادي توسخ ليا عاوتاني. هذا الماسك الثاني، طبعا انا غير جربته هكا قدامكم باش تشوفوا بلي راه انا استعملت نص نص نورمالمون، راه خصني الحق تنسالي وتنسالي التصوير. غادي نمسح هذا اللي خصو يتمسح لان المفروض انني نسبق بهذا الاخر هذا ديال القهوه، هو اللي خاص يكون اول حاجه. كي جاكم هذا الستيل؟ كي جاكم هذا اللوك؟ السلام عليكم حنانتي والصلاة والسلام على رسول الله، كرحب بكم من جديد على قناتنا ابداعاتنا لينا وعم ليزي نيوشن، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. اللي ان شاء الله يا الغزالات ديالي غادي تشوفوا معايا جوج ديال الوصفات رائعه رائعه جدا، غادي تهنيك من بزاف ديال المشاكل الخاصه بالبشره، وغير مكونات بسيطه بسيطه والنتائج ديالها يا الغزالات ديالي مثل السحر، لان فعلا هاد الوصفات هادو اللي غادي نوريكم اليوم كيجبدوا لينا الوجه ديالنا. يعني سبحان الله كيكون مثلا الوجه ديالي عيان، ما كنكونش مثلا ناعسه مزيان بالليل، نعست غير شويه وعندي بزاف ديال الحاجات ما ندير، فين البنات كنفيق واطلس داك الوقت باش غادي نجهز انا وجبه الافطار في هذيك القاعده الحمد لله، الوقت باش غادي نوجد الفطور ولا ما كنعكزش دغيا طق طق كنجي كنخلط الوصفه الرق وطليصوها وكنبقى يا حبيبه ديالي غدا جايه داك الوقت باش كنوجد الافطار ديك 10 دقائق ربع ساعه 20 دقيقه كنمشي كنغسل الوجه ديالي وهكا كنسبق البشره ديالي كنعطيها حتى كل التهيه، يعني ماشي غير انا اللي غادي نشرب قهوتي حتى البشره نديروا ليها وصفات رائعه جدا. فالوصفه يمكن انها تكون بسيطه ولكن الفوائد ديالها بالنسبه للوجه كتكون كثيره. فغنعطيكم الوصفه الاولى نوريكم المكونات ديالها، فهي كتصلاح للبنات اللي عندهم تجاعيد، دوك التجاعيد اللي كتجيهم الجعره ما كيحشموش، داك النوع ديال التجاعيد اللي كيجيو الرق كيهجموا عليك، فهذاك النوع ديال الغزال ديالي غنعطيك واحد الحل بمكون واحد مع واحد الحاجه اخرى غادي نخلطوهم بزوج، فكيصلحوا لهذوك التجاعيد اللي كيكونوا حول الفم، وكيصلحوا انكم ديروا كذلك المكان هنايا ديال الهالات السوداء. فهاد الوصفه كتصلح حتى للهالات السوداء، وما نهضروش على ديك 111 ودوك الشواط وداك الشيء عندكم الله يا الغزالات ديالي. فخليكم معايا تشوفوا معايا المكون الاول ومعاش غادي نخلطوا ونقول لكم المده اللي غتبقى لينا الوصفه على الوجه. قبل ذلك نحب نذكركم انكم تشتركوا على قناتنا حموشة تيفي اللي كنعمل معكم فيها بث كل يوم ان شاء الله، وراني كنجاوب على كل تساؤلاتكم كيف كانت ومهما كانت، يعني الاسئله تكون كثيره تكون كما كانت كنجاوب واحد بواحد واحد بواحد واحد بواحد، فكنحاول ان نجاوب عليكم كلكم الغزالات ديالي. كتبوها بالاحرف الفرنسيه، كتبوا حموموشة تي في، كنعمل معكم بث كل ليله، ولا ما عملتو كل ليله فمثلا اليوم كما شفتوا راني عملت معكم البث بعد الزوال، وكان واحد البث اللي هو ممتع جدا. فخليكم معايا الغزالات ديالي تشوفوا معايا المكونات. المكون الاول معنا هو هذا يا الغزالات ديالي، شفتوا معايا الفول، الفول غادي تجيبوا الفول وغادي تطحنوا الفول. بالنسبه للبنات اللي ما عرفت صراحه شنو كيسميوه الفول، كاين اللي كيسميوه قلا الترميس ما عرفتش. المهم الفول غادي تاخذوا هذاك الفول اللي كيكون مجفف وغادي تطحنوا. الا فرض ما عندكش الفول، نهى ما عنديش الفول او حتى لو توقفي ليا عند الفول استعملي الحمص، الحمص كذلك رائع رائع جدا. غادي تهزي الغزال ديالي ما تحمصيه ما حتى حاجه وغادي تطحنيه في المطحنه الكهربائيه، وغادي نحتاج معاه الى يوغورت طبيعي، اي نوع من اليوغورت اللي كيكون طبيعي ما عليه سكر ما عليه حتى حاجه، يعني حاجه طبيعيه طبيعيه 100%. فالفول كيجبد لينا البشره ديالنا وكيعطيها نضاره، وبداك القماش اللي غادي نديرو بحال هكذا من الاسفل الى الاعلى فهو كيحيد لينا كاع لي بوان نوار
ودوك النقط الدهنيه اللي كيكونوا هنا على الانف، يعني واحد الحاجه اللي توب ديال توب. وكذلك بالنسبه ليوغورت الطبيعي فهو رائع جدا للبشره، لانه كيحفز لنا الخلايا على انتاج الكولاجين. وبعد ما غتحيدي هذه الوصفه هذه وديري هذاك القماش، سبحان الله الدم حيجري في عروقك، يعني اش غنقول لك، يعني وجهك غادي يولي منور ما شاء الله. ومن بعد اي وصفه كما كنقول لكم دائما غسلوا بصابونه القمر، ما تركزيش عليها الغزلات ديالي. صابونه القمر موجوده عندنا على القناه، فقط كتبوا صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم، طبعا هي صابونه حصريه لقناتي. ف غتشوفوا معايا الوصفه، المهم غادي نخلطها معكم عاد غادي ندوزوا الى الوصفه الثانيه. رجعت معكم يا الغزلات ديالي. عندي هنايا ملعقه كبيره من الفول اللي كيكون مطحون، وعندي ملعقه من اليوغورت الطبيعي. فغادي نمزج كل هاد المكونات بهاد الطريقه، غيولي عندي عرفت من هاد التصوير معنا يا اختي. يا اختي شوفوا الغزالات ديالي، شفتوا ها هو غيولي عندنا هاد الكريم هذا. طبعا غندير جوج ديال لي ماسك اللي ما نقدرش نجرب هذا ونمشي نغسل عاد ثاني الاخر. المهم راكم عارفين الفوائد، وبحال هاد الماسكات هادو راه الا ما نفعوكم ما غاديش يضروكم. عندي واحد الفكره غنديرها معكم باخر الفيديو، غنخليها لكم في اول الفيديو احسن باش تهناو. هذا هو الماسك الاول. الان غادي نمروا الى الماسك الان غادي نمروا الغزالات ديالي الى الماسك الثاني. على فكره بامكانكم تستعملوا هاد جوج ديال لي ماسك. طبعا غادي تسبقوا بهذا ماشي الاخر، غادي تسبقوا بهذا اللي فيه القهوه كما كتشوفوا معايا، قهوه محمصه ومطحونه. طبعا القهوه انا دائما اللي كنستعملها ما عليها ابدا ابدا اي اضافات، كتكون قهوه محمصه ومطحونه فقط. فالقهوه زوينه بزاف لانها كذلك كتعمل على اصلاح عيوب البشره، لانها كتقشر لنا كل الجلد الميت، وبالتالي ما كيبقاوش عندنا تصبغات، وكيبقى الوجه ديالنا ما شاء الله نقيقي وبحال الشمس ما شاء الله تبارك الرحمن. فغير زعمو يا البنات، عفاكم المساله ماشي ديال زعمو، المساله ديال حيدو العكز. عفاكم عفاكم يا الغزالات ديالي، فعلا كاين شي بنات كيكتبوا لي انا صافي انا جاني ما عرفت الاكتئاب، وجهي كاع ما بغى يتقاد، حيت ما ديتيهاش في يوم. ماشي ديري واحد الوصفه مثلا في الاسبوع تقولي ايوا ما جابتش معايا نتيجه، خصك دير وصفات بشكل يومي. البنات كيقول واش الوصفات عادي نعملهم بشكل يومي؟ اكيد يا الغزال ديالي، استعملي وصفه كل يوم، طبعا تكون وصفه اللي كتوالم البشره ديالك. ف القهوة زوينة بزاف لأن كذلك تحفز الخلايا على إنتاج الكولاجين، وكتصلح لنا العيوب ديال البشرة كما قلت لكم، وعبارة عن مبيض كذلك. فغادي نحتاجها، وغادي نحتاج معها نفس اليوغورت الطبيعي اللي سبق وريته لكم، ملعقة من القهوة وملعقة من اليوغورت الطبيعي. رجعت معكم يا غزالات ديالي، هذه ملعقة من اليوغورت الطبيعي. ثم غادي نمزج هاد المكونات بهاد الطريقة كما كتشوفوا معايا. البنات عجبتهم هاد الطريقة انني نمزج معهم المكونات هكا قدامهم. هذا هو الكريم الثاني، فهو واحد الحاجة اللي رائعة رائعة جدا. كذلك الميزة ديال هاد الكريمات اللي عطيتهم لكم اليوم يا الغزالات ديالي، انكم بامكانكم تستعملوهم للمكان ديال الهالات السوداء. كنشوف اللي مرة كنشوف اللي كنشوف الشرجم، كنصور الفيديو كنبرقق يا اختي الطبيعة وديوش عليا البنات. قلت لكم يا الغزالات ديالي ثم غتغسل الوجه ديالكم بصابونة القمر. ملي غادي يسولوني واش هاد الوصفات بامكاننا نستعملوهم بشكل يومي، تقدروا وبامكانكم تستعملوهم نهاريا نهار لا، فالنتائج جد جد رائعه، واكيد اكيد غادي يعجبوكم يا الغزالات ديالي. وكذلك تحاولوا انكم دائما ترطبوا البشره ديالكم، واخا تكون عندك بشره رطبه ما شاء الله بشره دهنيه، فحاولي دائما قبل النوم انك توضعي زيت جوز الهند للترطيب. انا هو اللي كنستعمل صراحه، واحد الحاجه اللي فنه وكيعطيك ترطيب عالي، خصوصا دابا راه الجو تبدل، غتحسوا ان الوجه ديالكم منشف، وبعض البنات كيكون عندهم القشور في الوجه ديالهم. عليكن بصابونة القمر يا الغزالات ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. طبعا غادي نمشي لكي اطلص، اكيد غادي تشوفوها في الاول ديال الفيديو. اللي عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش مشي العيوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه.